طلاب العلم الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب كليلة ودمنة، وهو عمدة، رئيس في أبواب الإنتاج الأدبي في الأدب المقارن، نقله إلى العربية شخصية نادرة استثنائية، هو عبد الله بن مقفع. كان عبد الله بن مقفع كما يقولون من أذكى رجال عصره، ومن العبارات التي كانت مأثورة عنه، وقد كان صديقا للخليل بن أحمد، كان متعاصرين، كان يقال الخليل أذكى العرب وابن المقفع أذكى العجم، لكن الفرق بينهما أن الخليل كان عقله يسبق لسانه، وابن المقفع كان لسانه يسبق عقله، ولهذا عاش الخليل حتى قارب 100، وقتل ابن المقفع في بداية الثلاثينات من عمره. كان ابن المقفع يعيش في عصر ازدهر فيه الحريات في صدر الدولة الإسلامية إلى أبعد مدى ممكن، بما في ذلك الحريات الدينية، وكان ذلك جزءا من سر النهضة العلمية العظيمة. فصدر الخلافة العباسية وأواخر الدولة الأموية وجدوا أن من الضروري الاستعانة بالكفاءات بصرف النظر عن المعتقدات. كانت الفكرة أنه لابد أن يتم الاستعانة بأهل الخبرة لا بأهل الثقة، وذلك دفع الأمور إلى أبعد مدى. فكان الذين يبنون حتى المساجد من خيرة مهندسي أهل الكتاب، والمسجد الأموي في بلاد الشام ينسب إلى مهندس من أهل الكتاب بناه، وليس في هذا أي غبار. وكانت المناصب العليا في الدولة ومن بينها مناصب الوزارة تسند أيضا إلى أهل الديانات الأخرى بحرية كاملة، يمارسون طقوسهم، لا يصدهم عن صدارة الدولة شيء، ولهم الحق في أن يمارسوا عقائدهم كما يشاءون، وأن يظلوا على غير دين الإسلام ما داموا يحترمون الشعائر العامة ويؤدون واجباتهم تجاه المجتمع. ومن هؤلاء كان ذلك الرجل وكانت أسرته، كان روزبة بن داذوي، ولم يكن مسلما، كان شديد المعرفة بالعربية وآدابها وثقافتها، حتى إنه في فترة مبكرة جدا من عمره أصبح وزيرا عند أعمام المنصور أبي جعفر المنصور، وتلك مرتبة لا يصل إليها إلا ثقات الثقات. وظل على دينه هذا، وذات مرة أقنعه صديق بأن ينتقل إلى الإسلام اختيارا، وحدثت بينه وبين صديقه حوارات كثيرة، فاقتنع في نهاية المطاف، واتفق على أن يكون غدا موعد لقاء القاضي لينتقل روزبة بن ذاذوي من المجوسية إلى الإسلام ويشهر اسمه عبد الله بن المقفع. ويقولون أن صديقه في غمرة فرحته بإقناعه
نسي بعض التفاصيل التي عليه أن يصنعها في الغد معه في الملبس والذهاب والعودة، فعاد إلى بيت روزبة في وقت متأخر بالليل، فسمع صوتا غريبا، سمع ما يطلقون عليه الزمزمة وهي صلاة المجوس، فتعجب كثيرا فتردد ثم طرق الباب، ففتح له الباب وقال له: قبل أن أذكرك بما جئت من أجله، لقد سمعت الآن زمزمة في البيت، فهل معك أحد؟ قال: لا. قال: من كان يزمزم أي يصلي صلاة المجوس؟ قال: أنا. قال: ألم نتفق على الإسلام؟ قال: بلى، غدا، ولكنني أكره أن أبيت على غير دين. فظل على دينه حتى دخل الإسلام في يومه التالي، لكنه ظل مشهورا في عصره برأيه المستقل ورأيه الذي يبديه في نقد أولي الأمر، يطلب منه الرأي أحيانا باعتباره خبيرا سياسيا. وكان ذات مرة قد طلب منه المنصور أن يقدم له تقريرا عن أسباب الضعف في مسيرة الدولة، وكتب تقريرا ما زال يصلح أن يدرس في معاهد العلوم السياسية، كتب تقريرا سماه رسالة الصحابة، وهو يعني بكلمة الصحابة الحاشية، وكان يرى أن أساس الفساد يأتي من حاشية الحاكم الذين يزينون له كل سوء ويخفون عنه جواهر الأمور ويزينون له صنيعه، وأن على الحاكم أن ينتقي وأن يختار وأن يغير حاشيته من وقت إلى وقت. لكنه أيضا أظهر عيبين جوهريين: عيبا في رجال القضاء إذا هم حادوا عن جادة الطريق، وبين في كتابه هذا أن كثيرا من المشاكل تأتي إذا حاد بعض هؤلاء عن صوت الضمير الحق وزين ما يريد أن يصل إليه تقربا إلى صاحب الأمر. ثم أشار إلى عيب ثالث هو إسناد الأمر إلى غير أهله، وفي هذه الناحية أشار إلى ظاهرة كانت سائدة في عصره منذ بداية الفتوح الإسلامية، وهي ما سماه تولي أمراء الجند أمر الخراج، أي إسناد المهام الاقتصادية في الدولة إلى الخبراء العسكريين. تلك كانت شائعة في عصره انطلاقا من أن من يفتح مدينة من القادة تسند إليه أمور إدارتها، وكان ابن المقفع لا يرضى عن هذه السياسة ويرى أن كل أمر ينبغي أن يسند إلى أصحابه. وابن المقفع عندما قدم للخليفة المنصور هذا التقرير الذي سماه رسالة الصحابة وهاجم فيه الحاشية هجوما شديدا، قرأته الحاشية بالطبع قبل أن يقرأه الخليفة، وحقدوا عليه وتربصوا به وانتهزوا له فرصة يخطئ فيها فينزل عليه غضبهم وعقابهم، لكن الفرصة لم تأتي. كان ابن المقفع يحتمي بأعمام المنصور، وقد كان بين المنصور وأعمامه خلاف على منصب الخلافة، كان بينهم نزاع وصل إلى الاقتتال وإلى الجيوش التي تتحارب، وهؤلاء اختاروا ابن المقفع كاتبا عندهم،
وقبل أن تقوم الحروب كانوا في حمايته على أي حال. في هذه الظروف ترجل بن المقفع كليلة ودمنة، وكليلة ودمنة عمل من أعمال الأدب السياسي بامتياز، إنه عمل رمزي من السهل جدا أن يوجه فيه كاتبه أو مترجمه أو مؤلفه الغمزة إلى المسؤولين، وأن يهاجم الأسد الغادر وهو يعني ما يعني، وأن يتحدث عن الذئب الخائن، وأن يتحدث عن الثعلب المكار. والناس في كل العصور يدركون في مثل هذه الأمور من يريد أن يتحدث عنه. وقد كانت تشيع عبارات في الكتاب تهاجم الملك أو تهاجم السلطان مهاجمة مباشرة. صحيح أن هذه العبارات تأتي في الظاهر على ألسنة الحيوانات، وصحيح كذلك أنها تأتي في إطار النقاش بين حيوان وآخر، لكنها يمكن أن تقرأ في بلاط الخليفة أو في حضارة الوزراء على أنها غمز ورمز يشير إلى مظالمهم. فخبئت هذه الأشياء واحتملت جانبا، لكن فتح الملف الخاص بابن المقفع إلى أن جاءت السقطة الكبرى التي قضت عليه. كانت السقطة الكبرى من الناحية السياسية عندما وقعت الحرب بين جيوش الخليفة المنصور وأعمامه، وطالما داها وتم الاتفاق على الصلح، واشترط أعمام الخليفة أن يكتبوا هم صيغة الصلح وعقده وأن يوقعه الخليفة، فوافق على هذا الشرط، وأسندوا بالطبع مهمة كتابة صيغة الصلح المتشدد إلى عبد الله بن المقفع، وطلبوه بأن يبالغ في أخذ المواثيق والعهود على الخليفة حتى لا ينقض عليهم بعد أن يسلموا أسلحتهم ويعودوا إلى قصورهم. فاستغل بلاغته وقوة منطقه وحجته في صياغة عقد مؤلم. وعندما عرض العقد على الخليفة المنصور نظر فتألم كثيرا، خاصة عندما قرأ عبارات تقول: وإذا غدر أمير المؤمنين بعهده هذا فجميع نسائه طوالق وجميع عبيده أحرار وجميع دوابه محبوسة وكل أمواله مباحة والمسلمون في حل من بيعته. فتألم المنصور ألما شديدا وقال: من كتب هذا الكلام؟ قالت الحاشية: الذين كانوا بالطبع متألمين مما كتبه ابن المقفع فيهم من قبل في رسالة الصحابة، ومن يكتبه إلا عبد الله بن المقفع. فقال الخليفة:
ألا من يريحني منه، وكانت هذه كافية. كثيرون كانوا ينتظرون الإشارة، لكنهم كانوا يخافون من أن يصنعوها دون إذن صريح. والتقط الإشارة رجل كان حاكما للبصرة، وكان من بين هؤلاء أكثر من يسخر منهم عبد الله بن المقفع. كان الرجل صاحب أنف كبير، وكان ابن المقفع إذا دخل عليه قال السلام عليكما، أي أنت وأنفك. فرتب الأمر ودعا بعد عدة أيام عبد الله بن المقفع إلى حفل عشاء على مشهد من أناس كثيرين في حديقة منزله، وأقيمت موائد الشواء والشراب والأكل، وظل الناس يأكلون ويشربون، وكلما هم بالانصراف استبقى حتى خلى المجلس إلا منه ومن رجاله. ثم أمر هذا الرجل القاسي حراسه وخدمه أن يمسكوا بابن المقفع وأن يقطعوا أعضاءه وهو حي قطعة قطعة ويلقوها أمامه في النار. كانت هذه النهاية السيئة التي انتهى إليها عبد الله بن المقفع، وكان ذلك جزءا مما دفعه ثمنا لتقديمه كتاب كليلة ودمنة ولأدبه السياسي الساخر الذي أساء به إلى معاصريه، لكنه أحسن به إلى قراء الآداب العالمية في كل زمان ومكان. إذا نظرنا الآن نظرة سريعة إلى هيكل الكتاب الذي بين أيدينا، سوف نراه كما قلنا يتكون من أبواب تسبقها مقدمة. هذه المقدمة هي مقدمة سببية تذكر حكاية الملك دبشليم والحكيم بيدبة وما دار بينهما من حوار ونقاش انتهى إلى صياغة الكتاب، ثم تذكر مجمل الجلسات التي يدور فيها الحديث بين دبشليم وبيدبة. والذي يحدث في القصص أن دبشليم الملك والذي يسأل، وهو الذي يسأل عن شيء شبه محدد، فيقول حدثني عن رجل حدث له كذا وكذا، أو عن رجل احتاط لأمر لكن احتياطه لم يفد فوقع في المهالك. هو يقول المقدمة والنتيجة، ويبدأ بيدبة في الحكاية، يبدأها دائما بعبارات زعموا أنه كان، ثم يحكي حكاية. هذه الحكاية طبعا تدور في عالم الحيوانات، لكنها تتفرع عنها حكايات وحكايات، وقد يضم الباب الواحد ظهور أكثر من 15 حكاية متتالية صغيرة تضمها جميعا إطار واحد هو الباب الذي يشار إليه. القصص الجزئية هي التي تتفرع منها الأمور، لكن هنالك ملمحا فنيا رئيسيا في بناء هذه الشخصيات، وهو طريقة ظهور الشخصيات وتناوبها بين الشخصيات الحيوانية والشخصيات الإنسانية. دائما في حكايات كليلة ودمنة يبدأ الإنسان بالظهور أولا إذا كان لابد أن يظهر،
ثم يظهر لكي ينصرف سريعا ويظهر دون أن يكون له اسم. في الحكاية الأولى يتحدثون عن وجود تاجر كان له 3 أولاد وجمع في حياته مالا كثيرا وكبر أولاده وخشي عليهم من بعده إن هو تركهم ولم يتعلموا التجارة أن يضلوا طريقهم في الحياة، فجمعهم ذات يوم واتفق على أن يقسم بينهم المال 3 أقسام، يأخذ أحدهم الثلث فيسير به شمالا، والآخر يأخذ الثلث فيسير به شرقا، والآخر يأخذ الثلث فيسير به غربا. لم يقل لنا ما اسم الرجل ولا ما اسم الأبناء، لكنه حكى قال: فأما الذي سار شمالا وترك الذي سار شرقا وغربا ولم يعد إليهما، فإنه بعد أن سار في الطريق عدة أيام بقافلة مكونة من الثيران والإبل والبضائع هطلت عليهم أمطار غزيرة في الطريق وعاقتهم عن التقدم، ومن شدة الأمطار غرس في الوحل ثوران هما شطربة وبيدبة. لأول مرة نجد الأسماء، الأسماء تعطى للحيوانات والإنسان لا اسم له. فترك بجانبهما خادما له وقال: حصهما عدة أيام حتى تجف الأرض واصحبهما وعد. فجلس الخادم يوما أو يومين فنجا بأحد الثورين هو بيدبة، وترك شطربة وجد فيه صعوبة فقال لهم: لقد مات وانصرف. شطربة هذا هو الذي سيدخل الغابة ويبدأ في إصدار الخوار وتكون له حكاية مع الأسد. نحن لا نعلم أبدا ما الذي حدث لبقية القافلة ولا لبقية القوافل ولا للعجوز ولا غيره. هكذا تنمو الشخص، تظهر الشخصيات بتدريج محكم يكون فيه التدرج في الظهور للإنسان فالحيوان، وإعطاء الأسماء والملامح المحددة للإنسان للحيوان دون الإنسان. إذا نظرنا إلى عناصر الزمان والمكان وهي عناصر ضرورية في أي عمل قصصي، فإننا نجد حكايات الكليلة ودمنة لا تهتم بهذا العنصر، هي لا تقول لنا إن هذا الحدث كان في بلاد الهند أو الصين أو مصر أو إفريقيا أو غيرها، لكنها تقول في بلادي في غابة، والغابات متشابهة في كل مكان. وهي أيضا لا تهتم أبدا بفكرة الزمان، لا تقول إن هذا الحدث كان في عهد النبي فلان أو قبل الإسلام أو بعده، لا شيء. ربما من الناحية الفنية لو أسقطنا هذا العنصر من القصص البشري سنجد خللا كبيرا، لأننا لا نستطيع أن نتصور قصصا بشريا دون وجود واضح لعناصر الزمان والمكان. فإنسان العصر الفرعوني غير إنسان العصور الوسطى غير إنسان العصر الحديث، وإنسان أمريكا
غير إنسان الصين، غير إنسان الريف. المكان والزمان لهما أهمية في تصوير أبعاد الشخصيات في القصة الإنسانية، لكن إذا سألنا أنفسنا أي فرق بين الغزال والفهد والأسد والذئب في عصر آدم والآن؟ لا شيء، لا تكاد توجد فروق بين الحيوان في أقدم العصور والحيوان في أحداثها، الحيوان في أقصى الأطراف والحيوان في أقربها، وذلك يذكرنا بنعمة الله علينا، فنحن في عالم الإنس نكتسب هذه الخاصية، خاصية الاستفادة من تراكم الزمان والاستفادة من تغير المكان. لكن قصص الحيوان تقدم لنا النموذج الغفل للكائن الذي يستوي عنده الزمان والمكان في كل الحالات. في هذا الإطار تتعدد الحكايات الكثيرة عند ابن المقفع في كليلة ودمنة، وكما قلنا هذه الحكايات اجتازت الآداب العالمية، اجتازتها بشكلها، واجتازتها بطبيعة عصرها، واجتازتها حاملة معها جزءا من أدب اللغة العربية في عصرها الذهبي، وجزءا من طبيعة القصص القديم، وطبيعة مخاطبة الناس، وطبيعة الاستعانة بالكائنات الأخرى. ولكن الأمور عندما تنتقل من أدب إلى أدب ربما تتغير نوع تغير. ليس من الضروري عندما يحدث تأثير أو تأثر بين أدب أو آخر، ليس أولا من العيب أن يتأثر أدب بآخر، بل بالعكس كما رأينا في أحاديث سابقة تأثر الآداب ببعضها البعض، تفتحها على بعضها البعض دلالة من دلالات الغنى. لكن التأثر شيء والنقل الحرفي شيء آخر. التأثر قد يأخذ جوهر الحكاية وقد يغير في تفصيلاتها، قد يأخذ عناصر يوائم فيها بين الزمان والمكان الجديدين بطريقة تختلف عما كان سائدا ومتبعا في الزمان والمكان القديمين. عندما آلت قصص الحيوان هذه فيما آلت في القرن السابع عشر إلى شاعر كبير مثل جون دي لافونتين في الأدب الفرنسي، وقد كان من أعمدة الكلاسيكية ومن الذين شكلوا نهضة كبرى وتطورا كبيرا للأدب الفرنسي والعالمي، وكان من الذين عايشوا الطبيعة وأحبوها، لأنه نشأ هو نفسه وسط الغابات حيث كان يعمل أبوه مهندسا للزراعة متنقلا بين الغابات، وكان في الوقت ذاته أيضا قارئا نهما لكل ما يقع تحت عينيه من كتب التراث الفرنسي أو اللاتيني أو الإغريقي أو المترجم، وهو الذي قرأ كما أشرنا من قبل حكايات إيسوب واستلهمها، واستطاع أن يعيد صياغتها في شعر فرنسي جميل ظل حتى الآن شيئا يتغنى به التلاميذ في المدارس الفرنسية منذ القرن السابع عشر حتى الآن، وظلت حكايات لافونتين حكايات مبهرة لفتت حتى نظر أدباء العالم، وقد ترجمها إلى العربية محمد عثمان جلال في كتابه اللطيف العيون اليواقظ في الحكم والمواعظ، وضاهاها شوقي في حكاياته على لسان الأطفال. عندما نظر لافونتين إلى حكايات ابن المقفع وقد وصلت
كما أشرنا من قبل عن طريق الطبيب جاسندي الذي التقى به في صالون مدام دي لاسابيليه إحدى أميرات القرن السابع عشر، ونبهه إلى أن كتابا عربيا أو شرقيا لكي نكون دقيقين، فالكتاب كان مترجما عن الفارسية، كتابا فارسيا ترجم إلى الفرنسية بعنوان لوليفر دي لمير وليجي دغوا، كتاب الأضواء أو كتاب الأنوار أو مرشد الملوك، يحمل هذه القصص. نظر لافونتين في هذا الكتاب فوجد أشياء كثيرة جدا وقف عندها واقتبسها اقتباس المتصرف الخبير. من الأشياء التي أعجبته واقتبسها اقتباس المتصرف الخبير قصة التاجر والمؤتمن والخائن، وهي قصة كان قد أوردها ابن المقفع إلى حد بعيد بالهيكل الرئيسي. والقصة عند ابن المقفع وعند لافونتين تتحدث عن عادة كانت تجري في الزمن القديم، عندما يهم التجار بالسفر فيودعون بضائعهم أو أموالهم النفيسة عند تاجر آخر ثقة يثقون في أمانته وذمته، وعندما يعودون من السفر يطلبون منه استرداد الأمانة دون أوراق رسمية أو ما شاكل ذلك. وقالوا إنه في بعض المراحل كان هنالك تاجر للحديد عنده كمية كبيرة من الحديد، وجاءته رحلة سفر طويلة، فجاء إلى تاجر يثق في أمانته وقال له أريد أن أستودع عندك طنا من الحديد، فأنا على سفر لفترة من الزمن لا أدري هل ستطول أن تقصر. وكانت الأسفار قديما قد تطول وقد لا يعود منها صاحبها، فالذين يسافرون لأجل التجارة غالبا ما يركبون البحار، وغالبا أيضا ما قد تكون مصائرهم النهائية هي عدم العودة، وذلك كان يشكل مطمعا للمؤتمنين من أصحاب النفوس الضعيفة. قال تاجر الحديد لجاره إني أأتمنك على طن من الحديد، قال على الرحب والسعة، مخازني كلها تحت أمرك، تعال بنفسك لكي ترى مكانا رحبا عندي، وأطلعه على مخزن عنده رحب، وأمر عماله فنقلوا طن الحديد إليه إلى مخزن صاحبه، وحزم الرجل أمتعته وسافر وطالت سفرته. وعندما عاد من سفره ذهب بهدية بسيطة يطرق باب جاره ويشكره على أنه صان الحديد ويطلب استرداده وقد عاد. فقال له التاجر الذي ائتمنه بأسى يؤسفني يا صديقي العزيز، لقد حدث أثناء سفرك شيء أزعجني. قال خيرا؟ قال اكتشفت أنا كنت شديد الحرص على حديدك، أغلقت عليه الأبواب وأمرت صبياني ألا يفتحوا أبدا أبواب هذه المخازن لأن بها حديدك. وبعد فترة طويلة طويلة اكتشفنا أن هنالك ثقوبا في الجدران، وعلمنا أن الفئران تدخل من الثقوب، وعلمنا أن هذه الفئران تأكل الحديد شيئا فشيئا، واكتشفنا أن الفئران أكلت الحديد. فقال الرجل التاجر الفئران أكلت طنا من الحديد؟ قال هذا هو الذي حدث. فقال له لا عليك لا عليك، يحدث هذا يحدث هذا كثيرا. وسكت الرجل، والآخر قال له لا تغضب، تعال أنت ضيفي على العشاء بعد عودتك من الرحلة، تعال. قال نعم
بكل سرور أقبل دعوتك للعشاء في يوم حدد. وبعد عدة أيام جاء رجل التاجر ضيفا على المؤتمن الخائن الذي كان قد أكل هو الحديد وتناول معه العشاء وشرب وسهر. وأثناء خروجه من بيته وجد صبيا له ابنه الصغير يلعب في الحارة، فقال له: أنت ابن فلان؟ قال: نعم. قال: تعال معي سأشتري لك بعض الحلوى. قال: شكرا يا عمي. فأخذه معه إلى مكان بعيد واختطفه. واكتشف التاجر غياب ابنه وجن جنونه، فأخذ يبحث في كل مكان والتقى بذلك الرجل التاجر. قال له: ألم تر ابني؟ كان منذ ليلة أن تعشينا معا اختفى. فقال له الرجل: صفه لي. قال: هو صبي في نحو الخامسة من عمره، طويل عريض كذا. قال: ماذا كان يلبس؟ قال: لقد رأيت غرابا اختطف طفلا بهذه الملامح، وكان قد حمله ويطير به في الجو. فقال له الرجل: غراب يختطف طفلا في هذه العمر ويطير به في الجو؟ قال له التاجر: إن بلادا تأكل فئرانها الحديد لا يستغرب منها أن تخطف غربانها الأطفال، أليس كذلك؟ قال الرجل: رد لي طفلي وخذ حديدك. هذه القصة نجدها تقريبا بالنص عند لافونتين مأخوذة من ابن المقفع مع بعض التفصيلات الفنية الدقيقة هنا أو هناك. لكن قصة أخرى مشابهة نجدها عند ابن المقفع، ونجد لافونتين قد حورها وغيرها بما يناسب العقلية الغربية في القرن 17 في مقابل العقلية العربية في القرن 7 الذي كتب فيه ابن المقفع حكاياته. كان ابن المقفع لديه قصة تسمى قصة الأسد والجمل والغراب والثعلب، وكانت القصة تقول إن جملا ضل طريق القوافل فدخل خطأ إلى الغابة، والجبل والجمل كبير الجسد ضخم الجثة، فلما رآه الأسد من بعيد خاف كما حدث مع الثور. لكن الثعلب عندما تحدث إليه طمأنه بأنه لا يقصد شرا بأحد، وهو على كل حال ليس من أكلة اللحوم، فلا ينافس الأسد ولا ينافس غيره، إنه يأكل الأعشاب وهي كثيرة لا ينافسه عليها أحد. فاصطحبوا الجمل إلى حضرة الأسد لكي يكون رفيقا له، والأسد أعجب بالجمل. كان الأسد يستمع من الجمل إلى حكايات رحلاته وأسفاره، وهو طيب، حيوان طيب وكبير. والأسد يخرج كل يوم للصيد، وتتبعه الحاشية الغراب والثعلب والذئب وما شاكلها، فإذا ما صاد ثورا أو بقرة جرها وراءه فأكل منها شيئا وترك الباقي للحاشية لكي تأكلها. وذات يوم تصارع الأسد في أثناء رحلات الصيد مع الفيل صراعا شديدا، دخل في معركة
جرح فيها الفيل، جرح فيها الأسد وقتل الفيل، وعاد الأسد جريحا لا يستطيع أن يخرج للصيد، وكان على الحاشية أن تذهب هي بنفسها لكي تصطاد. فذهبت يوما أو يومين وتعبت، ثم قالت الحاشية لنفسها: لماذا لا نغري الأسد بأن يأكل الجمل؟ فهو لا فائدة له، وهو صيد سهل أمامنا. واتفقوا على عقد خطة بينهم، ذهبوا إلى الأسد وواجهوه بأنه يستطيع أن يأكل الجمل، فغضب الأسد وشتمهم. قالوا له: أنت لا تصنع شيئا، أنت فقط عليك أن تنظر إلينا وتسكت، نحن سنأتيك زائرين وسيدور بيننا حوار، فلا تعلق أنت على شيء. أتوا إلى الأسد زائرين الثعلب والذئب والغراب والجمل، وبدأ الغراب يقول للأسد: أيها الأسد، أنت مريض لا تستطيع الصيد، وأنا أقترح عليك أن تأكلني، فأنا أستطيع أن أشبعك لبعض اليوم. عندما قال هذا قام الذئب والثعلب بمهاجمته: من أنت أيها الحقير حتى تكون طعاما للأسد؟ اسكت. فسكت. وتكلم الثعلب وقال الثعلب: أما أنا فجسدي كبير ويصلح أن يطعم مولانا الأسد يوما أو يومين. فقام الذئب والغراب وقالوا: إنك منتن الرائحة، وأنت صاحب الأمراض كلها أيها الثعلب، وهل تريد أن يأكلك مولانا الأسد فيصاب بالمرض؟ فسكت. فقال الذئب: أما أنا فلحمي طيب وشهي وجسدي كبير، وأقترح أن يأكلني الأسد. فقام الثعلب والغراب فسفها رأيه وقال له: إن الأطباء قالت إن من أكل لحم الذئب يموت. الجمل يتابع الحوار، وقد رأى أن كل واحد اقترح أن يؤكل والآخرين سفها رأيه، فقال: أصنع مثل ما صنعوا. فقال: أما أنا فلحمي طيب وشهي، فكلني أيها الأسد. فقالوا جميعا: صدقت أيها الجمل، وهجموا عليه وأكلوا. هذه القصة عند ابن مقفع، قصة الأسد والجمل والغراب، هذه هي القصة عند ابن المقفع. لكن لافونتين أخذها وصاغها بطريقة مختلفة، سماها الحيوانات المرضى بالطاعون، وقال فيها إن الغابة اجتاحها مرض معدن هو الطاعون، وإن الأسد ملك الغابة جمع الحيوانات وقال لهم: الطاعون يدل على غضب السماء، ولا بد أن أحدا منا صنع ذنبا، وعلى كل واحد منا أن يعترف بذنوبه لنرى من الذي نضحي به. فسكتوا. فقال الأسد: أنا سأعترف أولكم، أنا أكلت كثيرا من الخراف، وأحيانا أكلت الراعي، وهذا ذنب كبير. فقام الثعلب وقال: من قال إن أكل الخراف الحمقى النكرات ذنب؟ إنك منحتها الشرف بمرورها بين فكيك، أما الرعاة فأنت انتقمت للخراف منهم. سكت الجميع، لكن الحمار وقف وقال: أنا أتذكر أنني كنت ذات يوم أمر، وكنت ظامئا وجائعا، فوجدت حزمة من الحشائش بجانب إحدى الكنائس،
فقضمتها. فقال الجميع: هذا هو الذنب الكبير، أنت الذي جلبت علينا الذنب والطاعون. فهجموا عليه وقتلوه. على هذا النحو حول لافونتين قصة ابن المقفع إلى قصة حمل فيها المسؤولية للضحية، ولم يجعلها فقط على الجاني، وصنع فيها نوعا من الديمقراطية الزائفة للقرن السابع عشر. وإلى الملتقى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.